انا كلش اعتذر من عندكم عن المزعطه سويتها رغوده، هي وايد زعاطه يطلعوا لكم بالستوري، بس شويه حبينا نغيركم الجو. يعني هاي الشهره يوم يا طلعت لكم كنت نطلع لكم زعطه واحسكم استانستوا الموضوع، يعني بسرعه تبيعون انتم تبيعون على مد والله العظيم. يعني ذيك المره بنيه فاتت حساب هم انا شو تقول اخذيه اخذيه اخذيه، ترى عيب هاي السوالف، والله عيب عليك انت لا تبوي عليك، صار لي سنين واحبك تحبني وبيناتنا علاقه واي، مع الاسف انا دائما انجرح.